المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ونقول له حذاري ثم حذاري، هناك قوانين دولية ونحن هنا مع فلسطين ظالمة أم مظلومة. تحية الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين أو قال أرض حوم هوري هوري بمدن دار لنا مظلومة، والصفياني اليهودي والأمريكاني الخبيث الخايب يمد سلاح لفلسطين اليهود، العلم عليهم الله ويتمرن سيف بسيفهم. الله أكبر. السلام عليكم دكتور لطفي عجابي، رئيس جمعيه الاعلام والاتصال في اوساط شباب فوقهم جاني ولايه قالما. اذا حكم يعني انتمائنا الى فعاليات المجتمع المدني في ولايه قالما، وتلبيه لنداء الواجب ونداء المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات، رانا متواجدين اليوم في المسيره الشعبيه الحاشده على مستوى شوارع ولايه قالما رفقه شبابنا واطاراتنا، يعني في وسط المواطنين وجميع المنظمات والجمعيات والهيئات في ولايه قالما. اذا مع سنة نقول امام هذه المجزره التي يعيشها اخواننا الشعب الفلسطيني في غزه، يعني رانا نعبر هنا عن رفضنا الصريح للمجزره الاخيره على مستوى المستشفى المعمداني. هذه المجزرة التي يندى لها الجبين، وبصفتنا أطباء يعني رانا مدمرين جدا من هذا الفعل الشنيع. احنا اليوم جينا نساندوا خاوتنا في فلسطين، ورانا قلوبنا محروقين عليكم يا فلسطينيين، ورحنا جزائريين معاكم اليوم غدوة، ورانا معاكم ظالمين ولا مظلومين، وان شاء الله نصليو في بيت القدس ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كما ننظر اليوم أنه الشعب الجزائري بصفة عامة خرج، والشعب القالمي بصفة خاصة خرج تنديدا بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ونصرة للقضية الفلسطينية، وذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، وهو المطالبة باستقلال الدولة الفلسطينية تحت حدود جوان 67 عاصمتها القدس الشريف. نحن كشباب ولاية قالما نندد من هذا المنبر بالعدوان الصهيوني وجرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ونطالب باستقلال الدولة الفلسطينية وهو الحق المشروع. اليوم أنا متضامنين مع إخواننا الفلسطينيين كممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، يعني بعد هاد الإبادات اللي رانا نشوفوا فيها من طرف الكيان الصهيوني، اليوم رانا مشاركين في هذه المسيرة اللي تنظمت على مستوى الجزائر ككل. يعني احنا مع إخواننا الفلسطينيين قلبا وقالبا، احنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم في ولاية قالما خرجنا في مظاهرات مساندة للقضية الفلسطينية. احنا اليوم رانا ضد الإبادة التي تعرض إليها الشعب الفلسطيني. الدولة الجزائرية مواقفها ثابتة منذ الاستقلال. الجزائر كما قال الراحل هواري بومدين راهي مع القضية الفلسطينية ومع الدولة الفلسطينية ظالمة أو مظلومة. احنا اليوم نعلن ونعبر عن مساندتنا دائما للشعب الفلسطيني.